دانا أبو شمسية تنضم إلينا الآن على الهواء مباشرة من القدس المحتلة. دانا، ما الذي يتم تحديثه من بيانات مرتبطة بحجم الخسائر أو مرتبطة بقراءة أفق التصعيد الذي يجري بين حزب الله وإسرائيل؟ نبدأ في التطورات الميدانية أحمد. والجيش الإسرائيلي رسميا الآن يعلن بأنه تم رصد إطلاق 160 صاروخ من حزب الله من جنوب لبنان، والحديث عن 15 مسيرة. هذه الأعداد أقل مما تم تداوله من قبل حزب الله، والحديث كان عن أكثر من 200 رشقة صاروخية وأكثر من 20 مسيرة كانت قد أطلقت من جنوب لبنان. ولكن اعتدنا على جيش الاحتلال الإسرائيلي في بياناته أن يقلص أعداد الإصابات، يقلص أعداد الأضرار، ولربما استمرار صفارات الإنذار التي تدوي في العديد من المناطق الحدودية الشمالية، ونتحدث عن مناطق دوت فيها صفارات الإنذار أكثر من مرة، وهذه ليست المرة الأولى التي تدوي فيها طوال هذه فترة الهجوم والقصف المتبادل بين حزب الله وإسرائيل. أي الذي أريد قوله بأنه لا يوجد مناطق جديدة لربما اليوم وصلت في صداها وفي مداها هذه الرشقات الصاروخية، ولكن المختلف واللافت هذه المرة كمية الرشقات الصاروخية وكثافة إطلاقها دفعة واحدة. نتحدث عن صفارات الإنذار كانت قد دوت في خليج حيفا، في طبرية، في عكا، في الجولان السوري المحتل، في نهارية، وكذلك الحال في جميع مستوطنات الحدود الشمالية الحدودية الملاصقة إلى جنوب لبنان. القناة الثانية عشر الإسرائيلية كانت قد تحدثت عن إصابتين وإصابة مباشرة لمبنيين في عكا جراء سقوط شظايا صاروخية كانت القبة الحديدية قد اعترضتها. جيش الاحتلال الإسرائيلي لم يعلن رسميا في بيانه مقتل جندي، ولكن وسائل إعلام إسرائيلية تحدثت عن مقتل جندي إسرائيلي وإصابة آخرين أحدهما بجراح حرجة جدا جراء استهداف مركبة عسكرية كانت متواجدة في إحدى المستوطنات الحدودية. وهذا ما أكدته بيانات حزب الله المتلاحقة بأن كان هنالك استهداف للعديد من القواعد العسكرية والمركبات العسكرية في المنطقة هناك. لماذا هنالك قواعد عسكرية كثيرة في هذه المنطقة تحديدا؟ بسبب إخلاء المستوطنين من المستوطنات في 8 أكتوبر، ومن ثم استخدم جيش الاحتلال الإسرائيلي بعد هذه المنازل والمناطق كمقر لإقامة جنوده هناك. أصبح حزب الله يعي تواجد جنود الاحتلال في المنطقة وقام في استهدافهم في صواريخ بركان. التقديرات الإسرائيلية أحمد تقول بأن حزب الله قادر على إطلاق من 3000 إلى 5000 صاروخ، وهذا تطور لافت في القدرات العسكرية لحزب الله. ولربما هذا يدفع إسرائيل للتفكير مرة أخرى بأن جنوب لبنان وحزب الله لا يشبه حزب الله في 2008 أو في الحروب السابقة، وبأنه له قدرات عسكرية تكتيكية متطورة تستطيع الوصول إلى، كما نشر في مقاطع فيديو سابقة، إلى مناطق حساسة. التطورات الميدانية أيضا تشير أحمد بأن هنالك اندلاع حرائق في العديد من المستوطنات جراء سقوط صواريخ عليها أو جراء سقوط شظايا صاروخية بعدما قامت القبة الحديدية في اعتراضها. كان هنالك مجموعة من الصواريخ قد سقطت في البحر، ونحن نتحدث عن طبرية، نتحدث عن خليج حيفا، أي أن هذه الصواريخ لم يتم اعتراضها بل أنها تمت إسقاطها وسقطت في عرض البحر. نتحدث أن لا تغييرات على الجبهة أو تعليمات على الجبهة الداخلية، ولكن إسرائيل منذ الأمس كانت قد رفعت حالة التأهب الأمني من خلال دفاعاتها الجوية أو من خلال القصف المدفعي وتواجد الدبابات المدفعية عند الحدود أو من خلال حشد أعداد من جنود الاحتياط والقوات النظامية العاملة هناك، لأنها كانت تقول بأن الرد سيكون في متوسط الردود السابقة على اغتيال رئيس وحدة حزيز كما كان سابقا في الاغتيال السابق. الرد الإسرائيلي في بيان جيش الاحتلال الآن يقول بأن هنالك استهدافات للعديد من منصات إطلاق الصواريخ في مناطق حدود لبنان، في جنوب لبنان أقصد، وكذلك هنالك استهداف للمناطق التي تم إطلاق منها الرشقات الصاروخية وبأن هنالك قصف مدفعي. هذا يعني بأن هذه تبادل الرشقات الصاروخية بين جنوب لبنان وبين إسرائيل يبقى في مربع حدود الردود والهجمات الإسرائيلية اللبنانية، أي أن إسرائيل حتى اللحظة لم تعمق ضرباتها إلى العمق اللبناني، مقتصرة هذه الضربات المدفعية عند حدود لبنان، وهذا ما اعتدنا عليه عندما يكون هنالك
مد وجزر في هذه الضربات. نتحدث أن اليوم سيكون هنالك اجتماع للمجلس الوزاري والأمني لمتابعة التطورات ليس فقط في قطاع غزة بل أيضا عند الحدود الشمالية، ولكن ربما لن يستطيع هذا المجلس اتخاذ قرار حاسم. لماذا؟ لغياب القوة الأمنية الفاعلة داخل هذا المجلس. إيزنكوت وبني غانتس كانا قد شغلا مناصب أمنية عسكرية في السابق، كان واحدا منهم رئيس لهيئة أركان جيش الاحتلال، أما بني غانتس فكان وزير أمن ودفاع سابق. اليوم في داخل هذا المجلس الوزاري المصغر لا يوجد سوى يوآف جالانت كوزير للدفاع أو الأمن. كل الأصوات في داخل هذا المجلس يمينية متطرفة تميل إلى توسيع نطاق هذه الضربات وهذه الحرب، كما ذكر سموتريتش قبل يومين في الحديث بأنه يجب أن يكون هنالك ضربات متوسعة وواسعة عند جنوب لبنان، وكذلك إتمار بن غفير الذي دعا إلى حرب. لكن دانا، هل هذه الرؤية فقط هي تجسد الرؤية اليمينية المتطرفة، أم أن الأمر على مستوى التعامل مع ما يسمى بتهديدات حزب الله أقرب لأن يكون صوتا معمما أو صوتا واحدا داخل الطيف السياسي المختلف في إسرائيل، المستوى العسكري والمستوى السياسي، وإن اختلفت ربما حدة الرد تبعا لكل فريق؟ حتى يوآف جالانت عندما كان في الولايات المتحدة كان يتحدث أيضا عن حتمية التعامل مع هذا التهديد. بالفعل يوآف جالانت قال بأنه كان قد أوصل العديد من الرسائل للإدارة الأمريكية وكبار أساس الأمريكيين الذين التقوا فيهم بأنه إسرائيل جاهزة للتسوية، وبنيامين نتنياهو أثنى على هذا التصريح وقال أن التسوية تضمن إعادة المستوطنين الذين تم إجلائهم من مناطق الحدود الشمالية، هذا يعني ضمان عدم إطلاق رشقات صاروخية نحو الحدود الشمالية. ولكن يوآف جالانت بعد انتهاء هذه الزيارة للإدارة الأمريكية وكأنه يقول شيء في أمريكا، وحين يأتي على أرض الواقع يقول شيء مغاير. عند تواجده في الحدود الشمالية قال بأن إذا أراد حزب الله التوسع والذهاب إلى حرب فإن إسرائيل قادرة على لجم حزب الله، وبأن الدبابة التي ستخرج من الحدود الإسرائيلية قادرة على الوصول إلى الليطاني، وفي هذا تهديد بعمق الدخول الإسرائيلي والتوغل الإسرائيلي القادرة على إتمامه في حال توسيع هذا النطاق. ولكن التحليلات الإسرائيلية أحمد تقول أن هدوء في قطاع غزة ينعكس في طبيعة الحال على الحدود الشمالية، ولربما الحديث عن إيجابية رد حركة حماس والاجتماع الذي سيعقد اليوم مع الوفد المفاوض لربما يفضي إلى وضع الأسس الأولى للعودة إلى طاولة المفاوضات، العودة إلى طاولة المفاوضات على جنوب قطاع غزة أو على قطاع غزة في الحدود الجنوبية أقصد، في طبيعة الحال سينعكس فيه هدوء على الحدود الشمالية. دانا، فقط سأسلط الضوء معك على مسألة التعامل الدفاعي الإسرائيلي وتحديدا نجاح منظومة القبة الحديدية من عدمها، لأن التعامل مع صواريخ ومسيرات حزب الله طرح أسئلة بالجملة حول كفاءة هذه المنظومة في التعامل الجاد مستقبلا مع هجوم واسع النطاق. ابقي معنا دانا.